مساء الخير على كل حبايبي وكل اللي بيتابعوني، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنفرز البطاطس اللي هي الفرم، هتقعد معانا اطول فترة ممكنة في الفريزر بطريقة سهلة ومش مكلفة خالص، ولا هنحتاج ان احنا نقليها في زيت ولا اي حاجة، طريقة سهلة وبسيطة. اهم حاجة بس ان احنا قبل ما نبدأ نفرز البطاطس او نقول ان احنا عايزين نفرز بطاطس، اول حاجة نوعية البطاطس. نوعية البطاطس بتفرق جدا، عشان ممكن نجيب بطاطس ونفرزها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها او بنفس طريقة تكون صحيحة، بس نوع البطاطس يكون مش حلو، تبوظ معاكو او تسود او تتهري. البطاطس اللي هي بتاعة التفريز اللي هي يكون فيها نقطة حمراء، اللي زي دي كده، البطاطس اللي هي يكون فيها نقطة حمراء اللي زي دي، عشان في انواع بطاطس كتير معانا مش بتاعه تحمير او بتاعه صينيه او سليق، لكن البطاطس اللي هي بتستحمل معانا التفريز والنار السخنه والتجميد نوعيه البطاطس دي. اهم حاجه نجيب نوع بطاطس تكون حلوه ومضمونه وجربناها قبل كده. ممكن نجرب مثلا في بطاطسايتين زي دول او بطاطسايه، نجرب ان احنا نفرزها، لقينا النوع دوت تمام معانا وكويس، تجيبي بقى كميه وتفرزيها، لان اليومين دول البطاطس اللي هي نقطه حمراء دي متواجده، لانها ساعات ما بتبقاش متواجده في السوق، اليومين دول متواجده وحلوه جدا وسعرها حلو، وكل ولادنا طبعا بيحبوا البطاطس، والبطاطس بيبقى جنب اي اكل بنحبها. زي ما انتوا شايفين كده، اول خطوه في تفريز البطاطس نوع يكون نوعها كويس ودرجه اولى وتكون اللي هي نقطه حمراء. تاني حاجه هنقطع البطاطس كده بالطريقه دي، اي طريقه انتوا حابينها، وتكون ولا سميكه قوي ولا رفيعه قوي، علشان برضو تقدر تتحمل معانا ان احنا بننزلها في ميه سخنه وتتحمل معانا التفريز. نقطعها بالشكل ده، ما تكونش سميكه قوي ولا رفيعه قوي تتهري معانا او تتكسر. تمام، انا البطاطس دي مقطعاها بقالي يعني شويه كده وحطها في ميه بس، ولا ميه ولا ملح ولا اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولا سودت ولا لونها اتغير. في بقى بطاطس اول ما بنحطها كده في الميه وبنسيبها شويه بنلاقيها سودت معانا، نعرف ان البطاطس دي مش بطاطس تحمير لما تسود معانا، لكن لما البطاطس تبقى حلوه ونفس لونها زي ما هو كده، لا، نوعيه البطاطس دي بتبقى حلوه. واللي هنستخدمه معانا في تفريز البطاطس، هنستخدم خل، ربع كوبايه خل ومعلقه ملح كبيره بس كده. تعالوا معايا بقى طريقه التفريز ازاي الصحيحه اللي هي تقعد معانا لاطول فتره ممكنه. دي معايا كده ميه بتغلي على النار، الميه كانت بتغلي وانا بس وطيت عليها، دي كده ميه سخنه جدا وبتغلي. هننزل بمعلقه الملح الكبيره وهننزل بربع كوبايه خل، بقدر ربع كوبايه خل. ليه بقى الخل؟ الخل هيخليها تحفظ قوامها كده زي ما هي، ما تتهريش معانا، والماده الحافظه الخل. هنحط كده فنجان الخل ده هنا على الميه، شايفين الميه بتغلي ازاي. هننزل بقى بالبطاطس، واهم حاجه تكون البطاطس الميه مغطيه كده البطاطس معانا كلها، عشان لما نقلبها كلها تاخد نفس السليق. خلاص زي ما انتوا شايفين كده انا نزلتها في الميه، اهم حاجه تكون الميه مغطياها كده كلها. هتقعد على النار بالظبط حوالي 5 دقايق، مش اكتر من كده، لان احنا مش عايزينها بطاطس مسلوقه، لا، احنا عايزينها كده ماسكه نفسها والقوام ماسك نفسه. شايفين الخل؟ الخل بيخليها بيضه كده معايا وبالشكل ده. هتقعد حوالي 5 دقايق بالظبط على النار، مش اكتر من كده. دلوقتي بقى انا هجهز معايا ميه تكون متلجه جدا من الفريزر، هنطلعها من الميه السخنه على الميه اللي متلجه، علشان ما تتسلقش معايا وتمسك كده نفسها وتبقى حلوه. هروح اجهز الميه والتلج وارجع لكم تاني. هي خلاص قعدت حوالي 5 دقايق اهو على النار، شايفين شكلها ده؟ شكلها كده خلاص كلها خدت الصدمة بتاعت المية السخنة، مش عايزين نقعدها اكتر من كده، عشان لو قعدت اكتر من كده هتتهري معانا.
هي خلاص كده وصلت للشكل كده معانا، ان خلاص هنطلعها. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ مش عايزين نسيبها اكتر من كده علشان ما تتكسرش معانا ولا تتهري. شايفين هو ده الشكل كده المطلوب، يا دوب واخده صدمه من الميه السخنه اللي حطينا فيها الملح والخل. هبدا بقى اطلعها على ميه كده بتلج زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ميه تكون متلجه علشان توقف السخونيه بتاعتها، ونبردها كويس. اهم خطوه يا جماعه ان احنا نطلعها من الميه. وانا كده خلاص طلعتها من الميه السخنه وحطيتها كده في تلج زي ما انتم شايفين علشان نوقف السخونيه بتاعتها. شايفين شكلها معانا عامل ازاي؟ ده شكلها المطلوب. هسيبها كده في الميه الساقعه حوالي 5 دقايق، وهرجع احطها في مصفى تتصفى خالص، وبعد كده هوريكم هنعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا خلاص بردتها حلو خالص، بردت معايا خالص، ما بقتش سخنه، وحطيتها في مصفى صفيتها، نزلت كل الميه اللي فيها. تاني خطوه بقى مهمه معانا علشان لما نطلع البطاطس من الفريزر ما تكونش لازقه في بعضها وتتكسر. هنحط عليها معلقتين زيت، هنحط كده عليها معلقتين زيت ونقلبهم حلو قوي في بعض. الزيت هتخليها ما تلزقش في بعض ولا تمسك كل بطاطسايه في التانيه، اهم حاجه. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، خلاص انا سبتها اتصفت حلو جدا، وحطيت عليها شويه الزيت زي ما قلت لكم. شايفين الزيت خليها بتلمع ازاي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. الزيت ده بقى يخليها كده ما تلزقش في بعضها لما نيجي نطلعها من الفريزر. وبنحطها بقى كده في اطباق على قد الوجبه اللي احنا عايزينها. انا حطيتهم كده هنا على 4 اطباق. بطلع الطبق نقلي، يا دوب بنطلعها من الفريزر على الزيت السخن، بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو زي الفرم اللي بنجيبها، ومش مكلفه ومش غاليه. ودول 3 كيلو عملوا لنا ما شاء الله 4 اطباق زي ما انتم شايفين. وما استهلكناش زيت كتير، علشان كان في ناس بتفرزها بطريقه ان هي تقليها نص قليه في الزيت. لا، الطريقه دي اسهل بكتير واوفر كمان من ان احنا نستهلك زيت كتير. اهم حاجه بس تمشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، وان شاء الله تاخدوا نتيجه كويسه وتبقى زي الفل. اهم حاجه نوع البطاطس، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، نوع البطاطس تكون نوع حلو، ويكون اللي هي نقطه حمراء كده زي دي بتستحمل السليق وبتستحمل التفريز معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تبعتوا وتعملوا لي اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الجديد باذن الله. واللي حابب اي فيديو تفريز اي خضار يبعت لي، وان شاء الله ننفذه باذن الله. وهستنى ان شاء الله تعليقاتكم وكلامكم المحفز ليا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.